بيتك بيتك هو منار الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة عايشة بجد. بيتك بيتك هو سيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. بيتك هو منارة الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. ابني بيتنا طوبة طوبة صلواتنا وسبحاتنا محسوبة. تسبيحاتنا ليك محبوبة بالصعاب تمسح دموع. بيتنا يا رب بيتك. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم بيتك بيتك. مبسوط جدا النهارده ان احنا نكون مع بعض لمره كمان نتكلم عن موضوعات تخصنا، تخص الاسره وتخص البيت. مبسوط جدا ان احنا قادرين ان احنا نوصل لكم وانتوا توصلوا لنا وان احنا متواصلين مع بعض. زي ما وعدناكم ان احنا هيكون عندنا فقرة نعيد على الناس اللي عيد جوازها او الناس اللي حصل عندهم زفاف وكونوا اسرة جديدة وانضموا كمان لينا كاسرة لبرنامج بيتك بيتك. يمكن هم مخطوبين، كان كل واحد فيهم بيتفرج على البرنامج وهو في حتة. النهاردة هم قاعدين مع بعضيهم ومعانا في برنامج بيتك بيتك. خلينا نطلع مع بعض نشوف ايه الحاجات اللي عندنا النهاردة، المعايدات والتهنئات، ونرجع لكم تاني. ألف 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 مليون مبروك، ويا رب تكون بداية حياة سعيدة ليكم، حياة كلها هنا، حياة كلها بركة، حياة كلها نجاح. وانتوا برضو تفضلوا تتابعوا برنامج بيتك بيتك. احنا كبرنامج بيتك بيتك وفريقنا لك كلكم احنا بنحبكم جدا جدا جدا. تعالوا نرجع مع بعض نكمل ونختم بقى كفاية كده السلسلة اللي هي فيها الحلقة نمرة 4 النهاردة، وهي تحديات الأسرة. اتكلمنا في 3 حلقات اللي فاتوا على تحديات داخلية للأسرة، حاجات من جوه الأسرة. النهاردة نتكلم وبسرعة عن تحديات خارجية الأسرة ملهاش دخل فيها. التحديات اللي فاتت الداخلية كانت هي طالعة من الأسرة، الأسرة هي اللي بتعملها، الأسرة هي اللي بتصنعها، الأسرة هي المصدر بتاعها. النهاردة التحديات الخارجية هي تحديات خارجة عن إرادة الأسرة، يعني الأسرة ملهاش دخل فيها، الأسرة موجودة والتحديات دي بتضغط عليها. أول هذه التحديات، وأنا بكلم الأسرة في عمومها زي ما اتفقنا، ما عندناش ولا أديان ولا طوائف، كل واحد، انا بكلم كل الاديان، برنامجنا بتاع كل الاديان، برنامجنا بتاع كل الطوائف، احنا برنامج اجتماعي ولا احنا برنامج ديني ولا سياسي ولا اي حاجه. فاول تحدي يواجه الاسره، اول تحدي يواجهها، وهو تعدد
تعدد الديانة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعدد الديانة هو تحدي خارجي للأسرة، وخصوصا وجود الموجات التكفيرية الظلامية. تعالوا ندخل شوية في الموضوع ده علشان نوضحه شوية. في الحقيقة ان تعدد الديانة ده موجود منذ قديم، منذ قرون عديدة جدا. كل المجتمعات تقريبا فيها تعددية في الديانات، مجتمعات قليلة جدا اللي هي فيها ديانة واحدة، لكن اكثر المجموعات واكثر الكيانات واكثر الدول واكثر المجتمعات على مستوى العالم كله فيها تعدد ديانة، الديانات عايشة مع بعضيها. وفي الحقيقة لغاية وقت قريب جدا، لغاية يمكن عقد او عقدين، يمكن 20 سنة ولا 15 سنة، كان مفيش فواصل. كانت الناس عندها مبدأ احنا عايشين مع بعض، احنا في بلد، احنا في مجتمع، احنا في مؤسسة، احنا في شغل، احنا ما يخصناش انت ايه دينك ولا ايه مش دينك، ملناش دعوة، احنا اخوات، احنا متحبين، انت عندك عيد يا عم انا بعيد عليك، انت عندك مناسبة اعملها اعملها براحتك، انت عايز تصلي صلي، ما تصليش تصل، ما تصليش، ما فيش تدخلات. لكن في الحقيقة ان هذا المجتمع، هذا المجتمع اللي كان مجتمع مفتوح، مجتمع بتاع الناس كلها، أصبح فيه بروز لمشكلة الموجات الظلامية. بدأ يدخل بعض الأفكار اللي تفصل الوحدة دي عن المجتمع، فالناس بدأت تحس بتعدد الديانة دي. الناس ما كانتش بتحس بتعدد الديانة غير يوم الجمعة المسلمين راحين يصلوا، يوم الحد المسيحيين راح يصلوا، لكن بقيت أيام الأسبوع الدنيا ماشية عادية جدا. نيجي في الأعياد احنا بعيد، بس برضو احنا بنعيد مع بعضينا يعني، ونقابل بعض ونتفسح مع بعض وكل حاجة. في العيد ده برضو نفس القصة يعني، ما اللي عامل كحك ولا عامل حاجة، كلنا بناكل مع بعض، كلنا بنعمل مع بعض في الضحية، كلنا بنبعت لبعض. بص القصة كانت ماشية، لكن حصل كده تعدد ديانات، فبقيت واحدة من التحديات اللي بتواجه الأسرة دي. وفي الحقيقة ان تعدد الديانة ده لو خدناه بالوجه الإيجابي الأول، يعني خلينا نقول ان تعدد الديانة دي حاجة حلوة. تعدد الديانة دي تخليك متمسك بدينك، كل واحد فينا عايز يطلع دينه، فيطلع الأمور الحسنة في الدين. عشان هنا معايا واحد انا ادين بدينه، هو ادين بدين تاني، فكل واحد بيطلع الامور الحسنة في دينه، حاجة ايجابية، حاجة كويس خالص. كل واحد فينا بيطلع الامور اللي تبين الدين ده ان هو دين سلام ودين محبة ودين رخاء ودين عطاء، وان انا الخير اللي في ديني اكتر، فيعمل خير اكتر ويعمل محبة اكتر ويعمل توافق اكتر ويعمل قبول للاخر اكتر. ففي جانب ايجابي في الحقيقة يعني يتعدد الديانات دي. وفي الاخر ربنا هو الحكم بقى، ربنا هو اللي هيحكم، ربنا هو اللي يقول، مش احنا يعني، ولا انا ولا انت. واحنا من مدة كده اتكلمت انا عن القصة دي بشيء من التفصيل يعني، لكن في وجه سلبي، وده يعني تعالوا نتكلم في شوية، نلمس مع شوية الوجه السلبي. الوجه السلبي ان احنا نحس كل مجموعة ان هي منفصلة عن التانية، ان كل واحد يكون عنده فكرة عن التاني، فكره مسبق، عنده احكام مسبقة، عنده الدين ده غلط، الدين ده كفار، الدين ده ارهابي، الدين ده وحش، الدين ده مش عارف بيعملوا ايه في الجامع، بيتأمروا على ايه، والدين ده مش عارف بيعملوا ايه في الكنيسة، وكلها ايه، كذب في كذب في كذب، وفيها الغالبية العظمى جدا هي افتراءات. ربما يكون في بعض الامور يعني تحتاج الى شيء من التحقق يعني. اختلاف العقائد الدينية دي واختلاف الايمان على الله، ان كل السلبي بتاعه ان كل واحد شايف الله بطريقة، يعني بيرضى الله بطريقة. في ناس بترضى الله باعمال، وناس ترضى الله بايمان، في ناس العبادة غير العبادة، والطريقة غير الطريقة، والاحداث غير الاحداث. فدي مرات يعني ايه بتخلي الناس مختلفة، لبس غير اللبس، البعض القيم المجتمعية، كل واحد دينه بينادي بحاجة. فدي تعتبر من ضمن المشكلات، مش فارقة معنا دي كتير كأسرة يعني، لأن دي مشكلة مجتمع أو مشكلة دول. فإحنا كأسرة إحنا إيه ماشيين، اللي بيمشي على كل الناس بيمشي علينا، بس في أمور تخص الأسرة في خصوصيتها يعني. بمعنى مثلا التدخل العقائدي،
ان احنا في عقيدة مثلا الزواج او الميراث، الدين ده عنده شرائع وده عنده شرائع. طب احنا عايشين في مجتمع واحد، طب القانون بيحكم باحدى الشريعتين يعني او احدى الفئتين، فدي بيحصل ايه؟ بيحصل فيه مشكلة ان احنا مثلا ايه كمسلمين نطبق اني شريعة. المسيحيين بيقولوا ان الميراث الراجل زي الست، كما ده بيقول كده، لكن الشريعة الاسلامية تقول ان للراجل يعني حظ الانثيين هنا. طب نطبق مين فيهم؟ مين الاحسن؟ مين الحلو؟ فايه يحصل شيء من الارتباك، وفي الاخر كل واحد يطبق يعني يطبق ما يرى او يطبق دينه او يحتكم الى القانون. ما في الغالب قانون، هو قانون، قانون دولة يمشي على الناس كلها. في شرائع الزواج، مين يتجوز من مين؟ الولد المسلم لما يحب بنت مسيحية يتجوزها، ولا الولد المسلم لما يحب بنت مسلمة يتجوزها؟ ايوه ولا لا؟ المجتمعات ترفض والمجتمعات تقبل والمجتمعات تحكم بصوا في ايه، في هنا تداخلات في الموضوع ده، هنا لا وهنا ايوه، ده لا وده لا. بص انا مش عايز اسير الموضوعات، لكن عايز اقول لكم ان التعدد بتاع الدين يعمل كده، يعني التعدد بتاع الدين حتى يغير شكل اللبس بتاعنا. فدي كل دي امور سلبيه، كل دي انا بعتبرها ان هو ده تحدي، تحدي للاسره لازم توافقه، لازم تتوافق معاه بان هو ايه، الدين لله، الوطن للجميع، لا حديث في العقائد. دول مبدئين، دول مبدئين لازم نحطهم، مبدئين لازم نفكر فيهم. الدين لله، الدين لله، المجتمع والوطن للجميع. احنا بنعيش مع بعضينا انسان لانسان، والدين ده بتاع ربنا، انت تعبد ربنا بالطريق انت بتعبده، هو بقى يقبل هو ما يقبلش، دي قصة ربنا مش قصة حد يعني. والفكرة ان الحديثة في العقائد بلاش نتكلم عشان نختلف. يا اخي اؤمن بما تؤمن، انت حر وانا اؤمن بما اؤمن، انا حر، ما تتدخلش في عقيدة الله. التحدي الاولاني الخارجي هو تعدد الديانات، التحدي الثاني هو تعدد العادات والقيم والتقاليد واختلافها من اقليم الى اقليم. يعني اختلاف مثلا الاهل الصعيد العادات والتقاليد بتاعهم غير بحر يعني ايه، منفتحين شوية. اهل الصعيد في الغالب يعني ليهم عادات مقفولة، فكل مجتمع هنا في تحديات بتاعه. الجماعة بتوع بحري الصعيدي لما يروح بحري يعني يعاني ولاده من الانفتاحية اللي موجود فيها المجتمع ده، والبحري لما يروح يسكن في الصعيد يعاني اولاده وافراده من هذه الانغلاقية اللي موجود فيها. تحدي هو تعدد القيم. نعمله ازاي؟ نعمله ان في مبادئ عامة، في مبادئ عامة، في مبادئ دينية، في مبادئ اخلاقية، في مبادئ سلوكية هي ما تطبق. يعني انا لما اعيش في اي مجتمع المبدأ العام مثلا ما يكون الحشمة، ده مبدأ عام، ده بتاع الاتنين، فما فيهوش كلام. مثال يعني انا جبت مبدا الحشمه يعني واللبس وما ادراكم ما اللبس، مش هتكلم عن اللبس عشان ده ايه، اصبروا عليا بس في حلقه خاصه عن اللبس، وخصوصا الستات، ولا ما الرجاله برضو، ما الولاد بتوعنا برضو، استنوني بس في حلقه قريبه كده اوعدكم فيها يعني بالاسوعه، اوعدكم فيها بكلام لسوعة. خلينا نكمل التحدي الثالث، وهو تحدي خطير جدا، انا بسميه كده اعلام الميكس، اعلام الكوكتيل، وهتكلم شوية في النقطة دي، وبعد كده يعني يمكن دلوقتي مش كتير. اعلام الميكس ده هو اعلام فيه الجيد والسيء في وقت واحد، في عمل واحد. يجي فيلم فيه علاقة، يعني اهدي لحضراتكم مثال بسيط جدا. رمضان اللي فات كان في مسلسل هو بيقولوا عليه كسر الدنيا، مسلسل ناجح جدا جماهيريا، الناس كلها كانت بتستناه، الاعلام كله اتكلم عنه، حقق اعلى اسعار واعلى مبيعات، والنجم بتاعه خد اعلى فلوس. هذا طبعا حضرتكم عارفينه وتعرفوه كمان من الكلام. يعني المسلسل ده كل المسلسل بيتكلم عن القوة وعن السطوة وعن أخذ الحق بالإيد وعن تجارة غير مشروعة، والأبطال بتوعه هي دي قصتهم. كل الأبطال في حالة صراع، صراع دموي، صراع شغل، صراع طبقي، في طبقات، في فساد في بعض أجهزة الدولة، كله على بعضيه كده فساد. وبعدين حضراتكم يعني أنا كان لي الحظ يعني
ان انا اشوف اخر حلقة من كتر الكلام ده. يعني مسلسل ده شوفه طبعا، شوفه اتابع اخر حلقة في اخر بالظبط. يعني مش عايز انا اقول لحضراتكم، يعني يمكن في اخر 20 ثانية البطل في الاخر، يعني بعد ما اشتغلوا 30 حلقة في مثلا في 30 ساعة، 30 ساعة فساد و 30 ساعة عنف و 30 ساعة قتل و 30 ساعة قاعدين بيغزوا في اولادنا في عقائد سلبية، في 30 ثانية في الاخر يروح البطل يقول ان يعني انا كان لازم ارجع لربنا، ولا انا غلطت، ولا انا ما كانش لازم امسك اسلك هذا السلوك، يعني فانا غلطان، اللي حصل ده كله غلط. طب بعد ايه؟ انت قعدت 30 يوم تشبع، قعدت 30 يوم تعلم، ده في ناس عملت نفس حلقه الدقن ونفس الشكل، وناس كتبت غيرت اسمها على الفيس بالاسم بتاع المسلسل. في اعلام كوكتيلي، في اعلام بيعمل خيانه، فبيخلي الزوج حاطط الزوج في دور الرجل القاسي الوحش، والزوجه مظلومه، فالزوجه راحت حبت واحد غير جوزها، فخلت المشاهد وخلت انا وانت وابني وابنك يتعاطف مع الزوجة دي ان هي مع واحد غير جوزها، ماشي مع واحد غير جوزها يتعاطف معه ويكره الزوج. اعلام ميكس، اعلام امور مغلوطة. هقول لحضراتكم من يعني 10-15 سنة كان التشبيه، عارفين حديقة الحيوان التقليدية دي، ان احنا لما نروح حديقة حيوان العادية يعني اللي هي مش عارف زي مثلا في الجيزة ولا في اسكندرية ولا كده، مش عارف في بقية المحافظات في اي حدائق حيوان، يعني لما نروح نلاقي الاسد او الحيوانات محدودة جوه اقفاص، والناس ماشية عادي بتاكل وتشرب وبتتحرك. الاعلام كان الاول كده من 20 سنة محدود في قنوات تلفزيونية، في مجلة او اتنين، يعني كان هو مربوط، هو اللي مربوط. دلوقتي بقيت حدائق الحيوانات هي حدائق مفتوحة، تروح حديقة كذا او كذا او كذا، عندنا في 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 في, في مصر يعني بعض الحدائق الحيوانية المفتوحة دي، الحدائق الحيوانية المفتوحة دي اللي بيحصل فيها يا شباب، اللي بيحصل فيها ان الحيوانات عادي عاملين لها بيئة طبيعية، الحيوانات في ماشية في الشارع وهنا 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 عادي في اماكن مغلقة طبعا، والانسان هو اللي جوه قفص، عاملين العربية مقفولة بالسلك كده، والناس هي اللي تمشي، فاصبح الحيوان طليق والانسان هو المحبوس. الاعلام الطليق، الاعلام فلت، بقى الخير هو اللي محبوس والاعلام هو الاكتر. تفتح اي قناة، تفتح اي موضوع، تمسك اي فيس، تمسك اي واتس، تمسك اي في التليفون، تلاقي قيم مغلوطة بتتحط. حتى القنوات الدينية بقت بتقدم دين هش، في برامج دينية تسمعها تقعد كده تسمع البرنامج ما تلاقيش حاجة، يعني اصلا يعني ما تلاقيش حاجة، ولا هو بيفسر، ولا هو بيعلم، ولا هو بيسبح، ولا هو بيوعظ، ولا هو بيوجه، في حاجات كده ما اعلام طليق اهو بيحط حاجات في قلوب الناس وفي عيون الناس وخلاص. فاتكلمنا على التحدي القيم، اتكلمنا على تحدي تعدد الديانات، اتكلمنا على التحدي اعلام الميكس ده، ومفروض صدقوني اتكلم فيه كتير جدا، لان ده بيفسد عقولنا وافسد بيوتنا وافسد مجتمعاتنا، اللي خلى دخل جواها قيم تاني، عمل مجتمعات تاني، عمل ناس تاني عندها لا مبالاة، وناس تاني عندها إباحية، خلى الشر والخطيئة مباحين، بقت يعني حاجات يعني شبه عادية، وفضلوا شوية صغيرين من الناس، من القيم، من العائلات اللي محافظة، شوية قليلين جدا اللي الناس بتبص على منهم، دول الناس مش متحضرين، يعني ناس متخلفين، مع انهم هم الصح. في اعلانات موجهة للشباب، بصوا لحضراتكم حاجة، يعني مثلا يعمل اعلان عن كريم شعر او جل او برفان او سبراي، لازم يجيب واحدة وواحد، يعني واحدة هو حط السبراي، فالبنت بقى هي بصاله كده، يعني بيبيع
موجه حتى السلعة، حتى السلعة اللي بتباع بتخاطب الغريزة، حتى السلعة بتخاطب الغريزة، وحاجات كتير جدا 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 يمكن يجي وقت نتكلم عنها. لكن ده تحدي من ضمن التحديات الخارجية اللي بتضغط على الأسرة، اللي الأسرة محتاجة ان هي تهدى شوية وتشوفها. تحدي كمان رابع، وهو تحدي التعليم. بيقولوا يعني كده ان التعليم ده بيطلع ناس حافظ مش فاهم. انا بقى يعني كناصر وكبرنامج بيتك بقول لك لا، التعليم بقى دلوقتي ما بيطلعش واحد حافظ مش فاهم. امال بيطلع ايه؟ اقول لك انا بيطلع ايه. بيطلع واحد كابب لا حافظ ولا فاهم. اقول لكم تاني حاضر، واحد كابب لا حافظ ولا فاهم. يعني ايه يعني كابب؟ يعني حد كده ايه، خد كم كلمه، خد كلمه عرفهم كبهم، يقول لك انا خدتهم وذاكرتهم النهارده، ذاكرتهم بكره، مش عارف امبارح خدت مذكره، خدت مش عارف ايه، خدت بتاع، كبتهم في الورقه ولا حفظتهم ولا فهمتهم. عارفين اللي فاهم ده طبعا اللي مفروض، عارفين اللي حافظه، الحافظه فاضلين معاه او حفظهم، هم موجودين جواه بس يا ريت حفظهم. التعليم محتاج ثورة في كل الحاجات على فكرة. المناهج محتاجة تعديل جذري، كلها على بعضها تتفور. يعني اقول لحضراتكم على سبيل المثال، انا مش ضد اي مادة، لكن مثلا يعني في حاجات استهلاكية، بمعنى احنا ما ندرس تاريخ، احنا لازم طبعا نعرف التاريخ. ايوه انا ما بقولكش ما تعرفش التاريخ، لازم التاريخ، بس بدل ما تديله 3 حصص في الاسبوع، حصتين في الاسبوع، اديله حصة، او لو انت عايز حصتين ادي تاريخ صح، ادي تاريخ حديث، ادي تاريخ مؤسسات. زي ما يعني انا راجعت بعض المناهج في الحقيقة، المنهج يعني اللي انا بصيت عليه، منهج الستة ابتدائي ومنهج تالتة اعدادي، التاريخ حلو ومتكلم على مصر الحديث والثورة وعلاقتنا بالمؤسسات الاخرى والقضية الفلسطينية، ماشي. بس في مثلا حصص تاريخ ده بتكلم عليه دولة الاموية، الدولة الاخشيدية، الدولة الفاطمية، مش عارف هذا، واسباب الحملة الفرنسية، ماشي، اسباب 20 سبب. طب وبعدين مش عارف بقى يعني ايه الولد لما تفضل يعني اسبوع تدرسه ان علي بيه الكبير في مذبحة العدل، مش عارف نط فوق السور بالحصان وجري. طب ما ينط يعني، وانا اعمل بايه دلوقتي لما نط؟ ما بقولش ما تتدرس، لكن ينفع تتاخد كحصص انشطة، يعني ينفع تتاخد في النص. حتى حصة الانشطة نفسها يعني حصة العاب 5 6 يلعبوا جوه الملعب وبقية العيال ما بيلعبوش. طب ما ينفع مثلا نخلي حصة الالعاب دي هي لكل الانشطة، المجموعة اللي عايزة موسيقى تشتغل موسيقى، المجموعة اللي عايزة رسم تلعب رسم، المجموعة اللي عايزة حركة تلعب حركة، والمجموعة اللي عايزة كرة تلعب كرة. التعليم عايز قصة من اول ولي الامر، محتاج تعديل. ازاي العملية التعليمية يفهمها؟ ازاي يتعامل ازاي مع المدرس، يتعامل ازاي مع المناهج، يتعامل ازاي مع ابن، يتعامل ازاي مع المذاكرة. التلميذ نفسه محتاج ان هو يعرف احترام المدرس، ويعرف ان هو بيختزن معلومة، عشان المعلومة دي بعد كده هي بتشكل حياته، بتشكل مستقبله، وبتشكل فكره، بتشكل وظيفته، بتشكل تعليمه لاولاده. بعد كده الابنية التعليمية محتاجة نظرة، والادارة محتاجة نظرة، وكل حاجة في التعليم محتاجة نظرة. برضو ده تحدي تاني بيواجه الاسرة. في كمان تحدي الثقافة الكونية. يعني الثقافة الكونية يعني الناس كلها، العالم كله بقى عنده نوع من الثقافات، اللي هي مثلا التحديث، التليفونات. فالأب ما يلحق يعيني يجيب تليفون لابنه او لبنته، مش عارف بألف، بألفين، بثلاثة، بخمسة، لغاية ما دلوقتي في ارقام فلكية، فارقام تليفونات، فالكون كله، التحدي الكوني كله، السلعة بتعمل، شركة التليفونات وشركة الموبايل وشركة اللي مش عارف الكمبيوتر وشركة يعني كل الحاجات التكنولوجي دي، كل شوية احدث، كل كم شهر يطلع اصدار تاني. فاللي انا جبته النهاردة بمبلغ يعني يدوب يعني يساوي طاقتي بعدها بسنة بقى قديم عايز يتغير. في تحدي كوني، في ثقافة كونية برضو تضغط على الأسرة، فتعمل عندها تحديات. في تحدي مهم جدا عايز أختم بيه، يمكن وقتي خلص، أختم بتحدي الفجوة ما بين الدخل والأسعار. في الفترة الأخيرة الدخل بقى ثابت
وفي انشطه قل والاسعار قاعده بتقفز، مش بتجري ولا بتنط ولا بتعلى، الاسعار بتقفز. بنسمع يعني حاجات العاديه، فول والفلافل والطماطم والخيار والبطاطس، الحاجات اللي هي يعني بتاعه الانسان البسيط بقى ليها ارقام فلكيه، والاسعار في فجوه في الاسره ما بين الدخل وما بين الاسعار. طب الاسره تعمل ايه؟ الاسره توفق، الاسره توفق، الام تحاول ان هي توجد بدايل، بدل ما في حاجات بتشتري جاهزه تعملها في البيت، حاجات كتير جدا، قصه كتيره جدا، ناس اتكلمت فيها. عندنا مجتمع استهلاكي، ده تحدي تاني، ان كل حاجه نشتري اشتري 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 اشتري، عايزين او مش عايزين. حتى ولادنا بيشتروا حاجات هم مش عايزينها، يروح مثلا يدخل مول او سوبر ماركت بتاع عايز يشتري وخلاص. عندنا تحدي كمان، وهو تحدي المفردات الجرحى، الكلمات في الفاظ كده احنا يعني هعمل لها حلقه لوحدي يعني، في الفاظ انا ولا اقدر يعني ولا انا قادر اقولها دلوقتي، مش عارف اقول الكومنت الايه، مش عايز اقول ولا قادر اكتبها حتى، يمكن اعمل لها حلقه واحنا ونصيبنا بقى يعني في الموضوع ده هيمشي ازاي. في مفردات في المجتمع بدات تدخل مش اخلاقيه، وفي حاجات كمان ملهاش معنى. بالرغم من كده في كمان تحديات ايجابيه عايز اختم فيها. في تحدي ان احنا عايشين في مجتمع احنا لازم نبقى زيه بقى، احنا قلنا في حاجات ما نبقاش، في تاني تحدي تاني عشان ياخدنا معاه. في تحدي ان احنا عايشين في مجتمع ودود، مجتمع مجامل، بالرغم من كل اللي قلناه ده، بس وانت ماشي كده لو واحد وقع في الشارع ولا تعب ولا حاجه، ولا واحد عربيته اتخبطت، ولا واحد واقف يغير كاوتش، تلاقي 100 واحد يقول له عايز حاجه، تلاقي الناس في قول، في ناس بتحب بعضيها، الناس بتجامل بعضيها، الناس مع بعض في الحلوه في الحلوه والوحشه، الناس في فرح تلاقي الناس كلها، في جنازه تلاقي الناس كلها، في عزه تلاقي الناس كلها، في مرض تلاقي الناس كلها. احنا برضو عايشين من ضمن الايجابيات الجميله ان احنا مجتمعنا مجتمع مجامل، مجتمع ودود، مجتمع عنده مشاعر. يعني لما في ميكروباص مثلا تركب واحد يقول لك اصل مش معايا فلوس، 100 واحد، كل الميكروباص كله يطلع وعايز يدفع، او الراجل السواق نفسه يقول له لا خلاص مش كده ما تدفعش. لما تلاقي مثلا ولد راكب كده مش عارف اذا كانت الحاجات دي لسه موجوده ولا لا، يعني ولد مدرسه راكب، فالسواق ما يرضاش ياخد منه. يمكن كان زمان على ايامنا كده ممكن نركب اتوبيس ولا ميكروباص واحنا صغيرين او ترام، يعني كان الكمساري ما رضاش ياخد مني، ولا خلاص ادخل يا ابني، مش عارف الحاجات دي يعني موجوده ولا لسه. احنا كمان عايشين في حاجه حلوه، عايشين في مجتمع عائلي. على فكره احنا البلاد العربيه بس، يعني احنا البلاد العربيه بس اللي عندنا كده النزعه العائليه والقبليه، ان لما تحصل انا عندي حاجه يعني حلوه او عيلتي كان موضوعهم، يعني لما يحصل عندي فرح بقى عيلتي اخواتي وقرايبي ولاد عمي ولاد عمتي ولاد خالي ولاد خالتي. بص لان عندنا النزعات العائليه والقبليه دي حاجه حلوه جدا. عندنا تحديات يعني نقدر نتغلب عليها، وعندنا تحديات لازم نعملها. انا بشكركم جدا كده خلصنا سلسله التحديات اللي اتمنى ان احنا نكون صنفناها، اتمنى ان احنا نكون وصلنا لاستفاده. نتقابل معا يوم الثلاث اللي جاي، واشوفكم على خير. بيتك هو منار الرب المجد، الهنا اشاره كنيسه عايشه بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة، ملكوت يسوع يمتد. بيتك هو منارة الرب المجد، إلهنا إشارة كنيسة بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة، ملكوت يسوع يمتد. بيوتنا عايشين ليسوع، نبقى شهادة لكل جموع، هدفنا مجده واسمه وحده، نبقى مثله للربوع. بيوتنا عايشين ليسوع، نبقى شهادة لكل جموع،
هدفنا مجد واسم وحده، نبقى مثله للربوع. ابني بيتنا طوبة طوبة، صلواتنا صفحات محسوبة، تسبحتنا ليك محبوبة، بالصعاب تمسح دموع، بالصعاب تمسح دموع بيتنا يا رب بيتك.